إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب 13 والذي يدور حول بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. واضح إخواني؟ ما دام قلم التكليف جاريا عليه لا يستغني عن الصبر أبدا في حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب امتثاله وتنفيذه ونهي ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجب عليه وقدر يجب عليه الصبر عليه اتفاقا، ونعمة يجب عليه شكر المنعم بها، وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له حتى الممات. واضح؟ وكان آخر حاجة بالأمس كان الكلام عن الصبر عن المعاصي، وقال وأما الصبر عن المعاصي وأما الصبر أما الصبر عن المعاصي أما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، وأعظم ما يعين عليه أي على الصبر عن المعاصي قطع المألوفات. قطع الإيه؟ قطع المألوفات، وهذا كلام تكلمنا فيه قبل ذلك، يعني قطع المألوفات، يعني بين قوسين ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة وقطع العوائد، يعني واضح إخواني؟ والكلام ده ذكرناه قبل ذلك في كلام الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الفوائد، في كتابه إخواني في كتابه إخواني إيه؟ في كتابه الفوائد. قال إيه في كتاب الفوائد إخواني الكرام؟ الوصول إلى المطلوب، الوصول إلى المطلوب موقوف على، واضح؟ الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. واضح إخواني؟ الوصول إلى المطلوب موقوف على قطع الوصول إخواني إلى المطلوب مطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع واضح الوصول إلى المطلوب موقوف على إخواني موقوف على قطع على هجر العوائد وقطع العوائق والإيه والعلائق. أيها الإخوة الكرام، دي نقطة مهمة جدا
لابد أن ندركها ولابد أن إخواني أن نعيها، لابد أن ندركها ولابد أن نعيها. يبقى الوصول إلى المطلوب، الوصول إلى المطلوب موقوف على شيء مهم جدا لابد أن نتداركه ولابد أن نعيه. يا إخواني لابد أن نتداركه ولابد أن نعيه، وهو قطع الـ 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 قطع الـ قطع الـ هجر العوائد وقطع العوائق والايه والعلائق ايها الاخوه الايه الكرام. واضح؟ كما ذكرنا قبل ذلك في بدايه الايه الكلام اخواني الكرام عن الـ عن الايه التقوية باعث الدين، تقوية الكلام عن تقوية باعث الدين يا إخواني الكرام، تقوية باعث الإيه؟ تقوية باعث الدين، واضح؟ وبرضه هنذكره سريعا في هذا الفصل، واضح؟ يعني يبقى هنا كما يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه الوصول، يبقى هنا الصبر عن المعاصي أمره ظاهر، يعني الصبر عن المعاصي يا إخواني الكرام أمره ظاهر وهو موقوف، الصبر يقول الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، وأعظم ما يعين على وأعظم ما يعين عليه قطع الإيه وأعظم ما يعين عليه قطع الإيه المألوفات ومفارقة الايه قطع المألوفات ومفارقة الايه الاعوان عليها، وضع على الايه وضع اخواني قطع الايه قطع المألوفات ومفارقة الايه الاعوان عليها في المجالسة في المجالسة في المجالسة والمحادثة وقطع العوائد. يبقى قطع المألوفات وقطع العوائد يا إخواني، فإن العادة طبيعة خامسة إذا انضافت إلى الشهوة، إذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جند الشيطان على جند الله. يعني إذا تظاهر العادة مع الشهوة أصبح دول جند من جند مين؟ من جنود الشيطان أيها الإخوة الكرام، جند من جنود الشيطان، واضح إخواني؟ واضح؟ الشيطان على جند الله، فلا يقوى باعث الدين على قهرها. نقطة مهمة جدا وضروري إن احنا ندركها أيها الإخوة الكرام. يبقى هنا واتفقنا ان الوصول الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق والعوائق، واضح يا اخواني؟
العلائق متعلقة بالقلب، والعلائق والعوائق متعلقة بالمخالفات الظاهرة، والعادات والمألوفات التي أصبحت رسوما تضاهي الشرع، وفي أحيانا تضاده. إخواني الكرام، واضح؟ فهنا الصبر عن المعاصي أمر ظاهر، الصبر عن المعاصي أمر ظاهر، أمر ظاهر، أمره ظاهر، أمره أمره ظاهر. وأعظم ما يعين على قطع المألوفات مفارقة الأعوان على المألوفات من خلال المجالسات على الكافيهات والأندية وهكذا يا إخواني الكرام، والمحادثة وقط، والنت كذلك جزء من التواصل الاجتماعي ممكن يقعد يعني ساعات طويلة جدا تضيع العمر. القسم الثاني أيها الإخوة الكرام، ما لا يدخل تحت الاختيار، وليس للعبد يعني حيلة في دفع، كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها، كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك. وهذا نوعان، هذا نوعان، أحدهما ما لا صنع لآدمي، أحدهما ما لا صنع لآدمي، ما لا صنع لآدمي فيه، واضح؟ الثاني ما أصابه من جهة آدمي مثله، كالسب والضرب وغيرهما. فالنوع الأول اللي هو ما لا صنع لآدمي فيه، هذا بينقسم إلى أربع مقامات، إلى أربع مقامات إخواني، أربع مقامات. المقام الأول يا إخواني الكرام، المقام الأول مقام العجز والشكوى والتسخط، وهذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة، وهو أعظم المصيبتين. المقام الثاني مقام الصبر، يعني إما لله وإما للمروءة والإنسانية. المقام الثالث مقام الرضا، يعني مقام يا إخواني الرضا، وهو أعلى من مقام الصبر، الرضا وهو أعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع، والصبر متفق على وجوبه، والصبر متفق على يا إخواني على وجوبه، واضح إخواني؟ المقام الرابع مقام الشكر، يبقى عندنا مقام العجز والشكوى، مقام الصبر، مقام الرضا، مقام الشكر. ومقام الشكر أعلى من مقام الرضا، فإنه يشهد البلية نعمة، واضح إخواني؟ فيشكر المبتلي عليها، واضح. وأما النوع الثاني وهو ما أصابه من قبل الناس، ما أصابه من قبل الناس، وما أصابه من قبل الناس إخواني الكرام، فله فيه هذه المقامات الأربعة، وتنضاف إليها أربعة أخرى. أحدها مقام العفو والصفح، الثاني مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام، وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها. الثالث إخواني الكرام مقام شهود القدر، يعني مقام شهود القدر، مقام شهود القدر، واضح؟ وأنه وإن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليك، فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم، وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه.
فإن فالمتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم، والكل جار بالقدر وإن اختلفت يعني طرقه وأسبابه. المقام الرابع واضح إخواني، مقام الإحسان، مقام الإحسان إلى المسيء، مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك. وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. فإن فات العبد هذا المقام، فإن فات العبد هذا المقام العالي فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات بأخس المقامات وإيه وأسفلها. فصل. القسم الثالث ما يكون وروده باختياره، فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه، أي إذا تمكن هذا تلك المصيبة إذا وردت باختياره، فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه. واضح إخوان الكرام؟ واضح. يعني إذا ورد أي ما أصابه من قبل الناس، يعني واضح. واضح. القسم الثالث يا إخواني الكرام، واضح. يقول القسم الثالث ما يكون ورده باختياره، فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه، وهذا كالعشق الذي أوله اختيار وآخره اضطرار، وكالتعرض لأسباب الأمراض، كالتعرض لأسباب الإيه؟ كالتعرض لأسباب الأمراض. يعني واضح؟ كيبقى هنا النوع الثالث ما يكون وروده إخواني إيه؟ ما يكون وروده باختياره، فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه، وكذلك كالعشق الذي أوله اختيار وآخره إيه؟ اضطرار. أوله إخواني أوله اختيار وآخره اضطرار. يعني وكالتعرض لأسباب المرض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابها، كما لا حيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر، فهذا كان فرضه الصبر عند أو عنه في أوله، فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره، وألا يطبع داعي هواه وألا يطيع داعي هواه ونفسه يا إخواني الكرام. وللشيطان إخواني الكرام هنا ها هنا دسيسة عجيبة. إيه دي بقى؟ يعني لازم حتى نتوقاها لابد أن نعلمها، أن نعلم تلك الدسيسة. يعني وللشيطان ها هنا دسيسة عجيبة، وهي أن يخيل إليه أن نيل بعض ما منع منه قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوي، وغايته أن يكون كالتداوي بالخمر والنجاسة، وقد أجازه كثير من الفقهاء. يعني أما التداوي بالخمر يا إخواني، ده شرح كلام الإمام ابن القيم، فالقول بالجواز هو وجه عند الحنفية ووجه عند الشافعية وقول للمالكية إذا كان التداوي به في ظاهر الجسد دون باطنه. واضح إخواني؟ وأما التداوي بالنجاسة فهو مذهب الحنفية والشافعية، وجه عند المالكية إذا كان على ظاهر الجسد. واضح. ويقول الإمام رضي الله عنه وهذا من أعظم الجهل، فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه، وكم ممن تداوى بذلك فكان هلاك دينه ودنياه في هذا الدواء، بل الدواء النافع
لهذا الداء الصبر والتقوى، كما قال تعالى كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر والتقوى دواء كل داء من أدواء الدين، ولا يستغني أحدهما عن صاحبه. فإن قيل فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى أسبابه، وهل يكون معاقبا على ما تولد منه وهو غير اختياري له؟ قيل نعم، إذا صبر لله وندم على ما تعطاه من المسبب المحظور أثيب على صبره، لأنه جهاد منه لنفسه وعمل صالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأما عقوبته فإنه يستحق العقوبة على المسبب وما تولد منه، كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكره. فإذا كان المسبب محظور لم يكن السكران معذور، فإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منها، كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما تولد منها. ولهذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه الوزر، إخواني الكرام، فعليه الوزر مثل أوزار من تبعه. طبعا هذا كما جاء في الحديث لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذا من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. حيث قال الإمام مسلم في صحيح، لأن اتباعهم له تولد عن فعله، ولذلك كان على ابن آدم، إخوان الكرام، كان على ابن آدم، إخوان الكرام، القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل ظلما إلى يوم القيامة. وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى وليحملن أو أثقالا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يعني واضح إخواني، أظن الأمر إيه يعني واضح جدا إخواني الكرام. فإن قيل يعني فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله، والإنسان إنما يتوب عما يتعلق باختياره. قيل التوبة منه بالندم عليه، يعني وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن ذلك. فإن كان المتولد متعلقا بالغير فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان. ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، وأن الهدى في ضده، كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا الناس بذلك، أن يصلحوا في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونه إياه، ما يكتمونهم إياه. كما قال تعالى إخواني الكرام سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كما شرط إخواني الكرام في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب الضعفاء المؤمنين، كما والضعفاء من إخواني ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين
أعداء الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام يعني صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام واضح. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة أن يصلحوا بدل إفسادهم أن يصلحوا بدل إخوانه بدل إفسادهم أن يصلحوا بدل إفسادهم بدل إخواني بدل إفسادهم أن يصلحوا بدل إفسادهم واضح. وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار ومن أهل الكتاب والمشركين وأن يخلصوا دينهم وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة. فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة وكل إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم سدد رمي إخواننا في غزة وقوع عتائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرش كربهم فرش همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا ارزقهم الامن والامان في ديارهم. اللهم احقن دماء اخواننا في غزه وفي السودان. اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبين المحاربين ومشعل الحرب في السودان يا رب العالمين. شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية وضعهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتقواك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين على المدينين وفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.